مساكم الله بالخير. 5/4 تصوير من ون بلس 3 تي. HTC ستقدم هاتف HTC U بشاشة 5.5 بدون الشاشة العلوية، بستة رام 128 ذاكرة. سبحان الله. هواوي اونر 8 برو نزل بستة رام 64 ذاكرة. سبحان الله. نائب مدير HTC كان يقول ما حد يحتاج ستة رام، مدير هواوي كان يقول ما حد يحتاج ستة رام. طيب انا احترم الشخص اللي ثابت على الموقف وثابت على المبدأ، ليش ما ثبت على مبدأك؟ تعرفت انه خطأ، ليش نزل جهاز بنفس الشيء؟ اتفاقية براءة اختراع والتبادل ما بين بعض الشركات بان ما في شركة ترفع قضية على شركة اخرى وعدم انضمام ابل لها، شنو تعليقك؟ نظام مفتوح مصدر، براءة اختراع مفتوحة، تبادل خبرات يساوي فتح. وهذا الأمر ترى يفيد الشركات الجاهزة والشركات القوية والشركات اللي عندها أفق وتفكر، راح تستفيد استفادة كبيرة من هذا الأمر. وأقدر أقول لك أن هذا الأمر زاد مكونات الخلطة، يعني سابقا كان الطباخ عنده مجموعة من المكونات، زادت هذه المكونات الحين. طبعا في ساحة الهواتف ملك براءات اختراع الهواتف هي موتورولا اللي انباعت لجوجل بعدين انباعت لينوفو بدون براءات الاختراع. والله خبر مفرح، يعني تعاون الشركات خبر مفرح، راح يزيد كفاءة الهواتف. لشراء جالكسي اس 8 اتوقع ان افضل سعر كان مكتبة جرير، قدمت الهاتف مع اكسسوار خارجي وسعره اقل من السعر المعلن والحجز حاليا فيه. وهذا الامر ليس باعلان، انما هم فعلا افضل سعر حاليا حتى لهواتف LG و HTC، هم افضل الاسعار على الساحة. شاومي قدمت مي باد 3، وشاومي تعتبر في ساحة 8 انش او 7.9 العريض هي الارخص على الساحة بسعر $220. يصلح المي باد 3 للقراءة، يصلح للألعاب، يصلح للصغار في السن، يصلح للطيارة، الميديا. وفي عالم التابلت سهل التصنيف لأنه ما في منافسة. جالكسي تاب اس 3 الأول، بعدين لينوفو يوغا بوك نسخة اندرويد الثاني. راح نروحك خيارات قديمة مثل الام 3 من هواوي، ومثل خيارات ايسوس ممتازة، وبعدين عندنا جوجل بيكسل سي القديم، وعندنا سوني 4. فاصل وراجع بإذن الله. صباحكم الله بالخير، اعتذر عن الإطالة، اليوم كان طويل. نرجع لسالفة اليوم. الشيخ أحمد ديدات كان داعية مشهور في أيامه، في فترته قبل لا يتوفى الله يرحمه، يعني تقريبا الثمانينات التسعينات هذه الفترة تقريبا. كان الشيخ أحمد ديدات رايح لمحاضرة في أستراليا، والإعلام الأسترالي هجم عليه هجمة غير طبيعية قبل لا يجي. تم استضافته بتلفزيون أسترالي وسألت المذيعة، قالت له أنت جاي تخرب الدين، جاي تسبب مشاكل. قالها والله أنا استقبلت بالمطار استقبال ممتاز، ومحاضرتي كانت فل، والجماهير يعرفوني قبل لا أعرف بنفسي. سخرتوا إعلامكم وسخرتوا أموالكم ووجهتوا الناس لأن أحمد ديدات جاي أستراليا، فقدمتوا لي إعلان مجاني. في عالم الأضواء الأمر نفس الشيء، إذا حطيت الإضاءة على شيء جميل الناس راح تطالع، إذا حطيت على شيء غير جميل الناس راح تطالع. خليك ذكي، خليك ذكي يا أخي. إذا ما تتبع عبد الرحمن لا تتكلم عنه، المشاهدات قاعد تزيد عندي أضعاف مضاعفة كل يوم بسببكم. يعني أنت لأنك جديد على الإعلام يعني مسكين، توك داش وفجأة صار عندك متابعات، يعني مسكين ما عندك أقدمية، فللحين ما عندك خبرة. طبعا أنت دائما تتكلم عن عبد الرحمن مسبب لك هاجس، مسبب لك إشكال. فهذا المتابع اللي عندك يدور منو عبد الرحمن هذا اللي أرهق الشخص هذا، منو؟ طبعا هذا الشخص يجي يضيف عبد الرحمن ويتابع طرح عبد الرحمن، بعد مدة يقول ليش ينقال عنه هالكلام، الرجال خوش رجال، شو السالفة؟ بعدين يشيل إضافة الشخص اللي جاء من طرفه، يشيل إضافته يقول هذا الرجل غير منصف، شتم رجل محترم، أكيد إنه غير منصف، فيشيل إضافته ويستمر معي. طبعا هو راح يأخذ كلامي هذا لأنه راح يزعجه، راح يحاول ينشره بشكل أو بآخر، يطلع غضبه، يزيد متابعات زيادة. وهذا الأمر صاير معاي في عالم الشركات، تجيني شركة تبيني أشبح أرفض صفقة الله يغنيني، أرفض صفقة ثانية الله يغنيني زيادة. شلون تعرف الشخص؟ عادة أسهل طريقة تعرف فيها الشخص هي أصدقاء هذا الشخص، إذا شفت أصدقاء فالمرء على دين خليله. ومن الأمور اللي تعرف فيها الشخص أيضا إذا تحدث، مثل المثل المعروف أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. ولطلاب العلم وأهل العلم معروف أن الشتيمة تساوي غياب الحجة، إذا الطرف الآخر شتم واستخدم شتيمة فهو لا يملك الحجة.
أما في المجالس فيعلم الله تعالى أن أمثالك أنا ما أشوفهم حياتي الطبيعية، ما أشوفهم إلا في عالم السوشيال ميديا المستحدث مؤخرا. اللي مأذيك تأثيري أنه حتى وأنا خارج التقنية أنت متأذي وأنت لازلت تشبع فيها، مزعجك وأنا برا شلون وأنا داخل. خليك ذكي يا رجل، خليك ذكي، لا تضرب أي أحد، أي واحد قدامك هوبا، يعني خليك ذكي، اختار اختار نك، لا تضرب أي أحد، تأذى والله. يوصلني رد من أكثر من متابع، يعني أنا احترامي لمتابعيني أقرأ الرد، ولا أنا مو متابع الأشكال هذه، أنا معطيها بلوك قبل لا تكبر وصير الهلسان. وننتقل للموضوع رقم 3 اليوم. قريبا بإذن الله سأتجه إلى الصين وراح أقعد فيها مدة بإذن الله، وراح يكون لي جولة على عدد كبير من المصانع. المطلوب منك ببساطة إنك تبلغني شنو الأمور اللي تهمك بالصين في قطاع الإلكترونيات والهواتف والتابلت واللابتوب. زودني بمعلومات تطلعات علشان تكون سفرة الصين مفيدة أكثر، علشان أغطي بشكل أفضل. فاصل أخير اليوم، عودة أخيرة اليوم. الصين دولة غريبة بصراحة، يعني أنا شفت فيها العجب، يعني الصين إذا مصر أم الدنيا، الصين أبو الدنيا. أنا رحت الصين لمجموعة من الأماكن أو المناطق، رحت شنزن وغوانزو وهونغ كونغ وشنغهاي وبيجين، وعشت بشنزن 40 يوم تقريبا، بعدين لحقها 30 يوم ورحت معرض شنغهاي، بعدين رحت بيجين سياحة. يجمعني بعض الصداقات بمجموعة من الناس، بعضهم مهم بعضهم لا، مثلا مصمم في بي ام دبليو للداخليات ومدير شرطة شنزن. في هذه الجولة بإذن الله راح أحاول أشوف لكم منتجات ممتازة للبيع، راح أسوي ستور أونلاين خفيف في منتجات تحبونها للبيع. طبعا بحمد الله لأن تركيب الرومات لعبتي، راح يتم تركيب رومات عالمية على الهواتف الصينية وبيعها بشكل مباشر. كان لي تجربة بيع ون بلس 2 كانت ناجحة، بعت تقريبا 10 10 10 إلى 100، بعدين وقفت لأن الجهاز ما كان قد التطلعات. فبإذن الله راح يكون لي تجربة جيدة في البيع، راح أحط لكم المنتجات الموجودة سواء في سوق شنزن أو سوق هونغ كونغ. الجديد بالموضوع، الجديد بالموضوع أني راح أعطيك فاتورة الشراء اللي أنا اشتريت فيها من البائع مباشرة، وراح أخذ فائدتي المحددة مسبقا. والأجهزة اللي سيتم بيعها بإذن الله راح يكون لها شرح تركيب رومها الرسمي وشرح تركيب الروت أو الرجوع لوضع المصنع في موقعنا بإذن الله. الهواتف التي سيتم بيعها سيتم البحث عن كفرها واستكر للشاشة، يعطى هدية مع الجهاز مباشرة بإذن الله. راح أشارككم الرحلة في سناب شات الفترة القادمة بإذن الله، أتمنى الرحلة تكون خفيفة عليكم وعلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.